بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج السوليد وورك سيموليشن توتوريال. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد تمرين جديد على البرنامج ونبدا نشوف هنبدا نطبق الخطوات بتاعتنا ازاي. معكم المهندس اسلام محمد، مدرس مساعد بكليه الهندسه جامعه بورسعيد. ان شاء الله النهارده هنبدا نتكلم عن تمرين جديد، والتمرين بتاعنا عبارة عن زي لينك أو براكت، اللي إحنا عارفين اللي هو عبارة عن المنشر بتاع الغسيل. يعني حاولنا نجيب تطبيق إحنا شايفينه في الحقيقة، وعايزين نشوف الحاجة الستاند ده مثلا، أو الزاوية اللي عندك دي، عايزين نبدأ ندرس عليها الإجهادات، وهل الكلام ده هيستحمل ولا لأ. فاحنا جبنا تطبيق بالنسبه لنا احنا كلنا عندنا في اي بلكونه في البيوت. الشكل بتاعنا هو عباره عن ايه؟ عباره عن زاويه حرف ال. يعني هي الشكل بتاعك عباره عن زاويه حرف ال كده، زي ما احنا عارفين يعني الشكل قدامنا اهو. وفي كذا ثقب، انت عندك هنا في ثقب، وعندك ثقب تاني، عندك ثقب تالت، عندك رابع، عندك خامس. الكروس سيكشن بتاع الجسم ده عبارة عن زاوية حرف L. الأبعاد بتاعتها كانت، إحنا رفعنا الأبعاد بقى، يعني إحنا حاولنا نجيب مسألة ونرفع الأبعاد بتاعتها ونقدر نشتغل عليها في البرنامج. فإحنا الأبعاد بتاعتنا كانت عبارة عن 2.5 سنتيمتر في 2.5 بالنسبة للزاوية. الطول من هنا لحد الطول هنا كانت، الطول كان تقريبا في حدود 50 سنتيمتر. الارتفاع ده كان تقريبا كده في حدود من 20 الى 15 سنتي، يعني الجزء ده كده من 15 الى 20 سنتي. كل ده احنا رفعنا الابعاد، وعاوزين، وهنا كان في زاويه، يعني احنا هنشتغل من غير الزاويه في الحاله الاول، الحاله بتاعتنا دي زاويه، او حاطط لك هنا زاويه عشان يبدا يكون مقوي الجسم اكتر. يعني تعالى بقى نشوف احنا عايزين نبدا نعمل ايه. هنقول ان الزاويه اللي عندنا او اللينك اللي عندنا مصنوع من الستيل. المودرس فور اسيست عباره عن 210، هنعتبر ده ستيل. وبالنسبه للتوب كان التوب تقريبا 10 مللي. المسافات ما بين كل توب والتاني كان تقريبا في حدود 10 سنتي، او من 11 او 12 سنتي تقريبا. وقلنا الزاويه بتاعتنا والطول والجزء ده. تعالى بقى نشوف احنا عايزين نبدا نحط اوزان. يعني احنا عايزين نحط بقى هنا ماس، عايزين نحط اوزان بالنسبه للجسم. انا بالنسبه لي اللي احنا عارفينه اللي هنا في اللي هو الحبل بتاع الغسيل ده، بيكون هنا في الجزء بتاع الحاجه اللي انت حط عليه، فده يعتبر عندك هنا في ماس، فانت عارف ان ده هيبدا يحمل لك احمال. فاحنا هنفرض ان الشكل اللي قدامك معرض لفورس بزاويه معينه. يعني احنا لو فرضنا ان الجسم بتاعنا بالطريقه دي، في زاويه، الزاويه اللي عندك دي بتعمل لك لود، اللود اللي عندك ده جاي عن طريق الماس. فاحنا هنفرض اللي انت عندك ماس مثلا 5 او 3 او 2 او 4 على حسب كل توب. يعني مثلا التوب الاولاني ده ممكن يشيل، هنشوف بيشيل 5، هنشوف ده بيشيل مثلا 3، ده بيشيل 2، على حسب الحاجه اللي انت حطيتها عليه. ومثلا الجزء ده بيشيل 4، او انت مثلا مهمل خالص الجزء الاخير. وهنحط الفورس كده، فبالتالي لازم نحلل الفورس في الاتجاه بتاع الاكس والاتجاه بتاع الواي، فده اللي احنا هنفرضه بالنسبه لنا كالمساله بتاعتنا. وهنروح نحسب بقى الاستريس، وبعد ما نحسب الاستريس عايزين نشوف الجسم ده هيستحمل ولا لا. هناخد ان السيجما ييلد بتاعتنا ب حاجه تكون مثلا ب 250 مثلا ميجا باسكال في الحدود دي. وهنحسب بقى قيمه الاجهاد سواء بقى بنظريه فون ميسيز، او نحسب بقى قيم معامل امان عن طريق ان السيجما ييلد على السيجما بي، والسيجما بيندنج بيساوي الام في الواي على الاي. وتعالى بقى نشوف احنا هنبدأ نحول شكل مسألة لكاد. تعالى بقى نشوف الشكل، احنا كل اللي عملناه صورنا الحاجة اللي قدامنا، رفعنا الأبعاد،
رفعت الابعاد بتاعتك اللي انت هتروح تشتغل عليها. هتروح بقى للبرنامج السوليد، تعالوا بقى نروح لبرنامج السوليد وورك، ورسمنا الشكل اللي قدامنا ده عشان ما نضيعش بس في موضوع الرسم. احنا هنا رسمنا الشكل، رسمنا هنا مقطع بتاعك كانت عباره عن زاويه حرف ال، ادي الزاويه بتاعتك اهي، ورسمنا الجزء الثاني ده عباره عن جسم مستطيل اللي هو الجزء اللي هنا متثبت ده. تعال نبص كده على الشكل، الجزء اللي هنا ده، وحطينا الكذا ثقب. احنا عندنا ادي ثقب 2 3 4، وتعالى بقى نفرض بقى الباوندري كونديشن بتاعتنا المفروض طبقا للحقيقه بالنسبه لك هتكون عامله ازاي. خلاص انا بالنسبه لي عرفت ان اللود بتاعي هيكون في الاتجاه ده، والتثبيت انا عندي هنا التثبيت هيكون في الجزء ده، يعني احنا هنثبت من الجزء ده. ده يعتبر الكلام ده هو ده عباره عن الفيكسد بتاعنا، وده يعتبر زي كانتيليفر كده بس معرض لاحمال. عندي كل نقطه معينه عن او كل ثقب شايل احمال، فاحنا عندك الحمل موزع او الحمل قصدي عاوز تحلله في اتجاه في الاكس والواي. احنا لو فرضنا الكلام ده، تعالى بقى نروح للبرنامج، واحنا بالتالي احنا رسمنا خلاص بقى الموديل وشفنا الشكل بتاعنا. تعالى بقى نشوف الشكل، ادي الشكل بتاعنا خلاص عرفنا ده الشكل. لو عايزين بقى نروح نعمل بقى المديول بتاعنا، نروح بقى للاستاتيك وبعدين نختار. انا شغال على الاستاتيك، مش هينفع في الحاله دي ال 2 دي، انا اشتغل كانها 3 دي لان انا عاوز اشتغل على عندك التوب. ممكن يعني ممكن ابسط التمرين بتاعي لان انا اشتغل على ال 2 دي واشتغل على السيرفيس دي فقط، ده حل برضه من الحلول، بس خلينا بشكل ال 3 دي عشان يبقى احنا شغالين على المساله بتاعتنا كده. بالنسبه لنا تعالى بقى نروح نحط بقى الايه تعالى نحط بقى نحط بقى الماتيريال ونحط نعرف بقى كل حاجه بالنسبه لنا. فتعالى بقى نروح هنا عند الموديل، ده شكل الموديل بتاعنا. نروح للمديول بتاع الاستاتيك، تعالى نعمل بقى كليك يمين ونختار ماتيريال، هنختار كربون ستيل. و تعالى نشوف بس الكربون ستيل دي الخواص بتاعتها عامله ازاي. اليلد بتاعتنا ب 220، كويس مش وحش، هنشتغل على اليلد ب 220. المودرس في الاسيست بتاعك كان ب 210 ميجا باسكال، والباصين ريشيو عباره عن 28%، والتنسايل سترينث تقريبا ب 400 ميجا باسكال، وبالنسبه لنا كده كويس جدا. تعالى بقى نروح للخطوه الثانيه اللي هي موضوع التثبيت. احنا هنختار ان السطح ده كله عباره عن فيكسد. هو فيكسد بالنسبه لنا في الصوره الحقيقيه، متثبت من الجزء ده. طبعا بيتثبت الكلام ده باللحامات، بيكون بيلحم الكلام ده. هنحط الاحمال، انا هفرض ان عندي احمال، عندي ثقب 2 3 4 5. هنفرض مثلا انت مشغل او حاطط هنا الاحمال بتاعتك على ثلاثة من الكابل مثلا اللي انت حاطه، او اللي هو الواير اللي انت حاطه بتاع، او السلك اللي انت حاطط عليه الجزء اللي هتحط عليه الماس مثلا، او الحاجات الملابس اللي انت حاطها عشان تشيل بقى الاحمال دي. فانا هفرض هنا مثلا، تعالى بقى نروح للتوب ده، وهحط على التوب ده، تعالى نكبر كده ونشوف. هروح احط على التوب ده، بس هختار ان الكلام ده بالنسبه للمستوى ده. تعال نحط بقى اللود، هحط له اللود كانه نورمال او عمودي عليه في اتجاه بتاع الاكس، وفي نفس الوقت هروح حطه في اتجاه بتاع الواي والاكس، الواي والاكس. هنفرض هنا اللي انت عندك الكتله في الجزء ده عباره عن 5 كيلو نيوتن، 5 كيلو جرام، يبقى انت عندك 5 لو ضربناه في عجله الجاذبيه، نفرضها مثلا ب 10، يبقى 5 يبقى عندك 50 نيوتن. لو انت بقى عاوز تعمل بقى تحليل سواء للكوزين 45 او ساين 45، فانت بقى تشتغل على او نفرض بقى الكلام ده. فتقريبا لو انت اشتغلت على زاويه 45 يبقى الاكس زائد الواي،
يعني ممكن ناخدها في اتجاه الاكس واتجاه الواي مثلا 5 و30 ونعمل علامة صح. ده كده الحمل الأولاني. عندك حمل في ده كأنك عامل تحليل للقوة بتاعتك. تعال نكرر بقى نفس الكلام ونروح نحط حمل تاني، بس المرة دي هنقول له على المستوى ده. بس خلي بالك أنا هختار المرة دي إن الماس بتاعتك تكون أقل شوية، يعني هنفرض إن أنت عندك هنا زي أنت عندك كتل مختلفة أو عندك أوزان مختلفة، فالمرة دي هنختار مثلا كأنك أنت عندك 4، يبقى أنت عندك 4 في عجلة الجاذبية مثلا تقريبا، ناخدها ك 28 في الاتجاه ده والاتجاه ده ونعمل علامة صح. نكرر بقى آخر نقطة خالص على الجزء ده ونعمل كليك يمين ونعمل انسرت للفورس، واختار يكون عبارة عن سيلكت، اختار هنا على المستوى ده، وتعالى نفتح بقى الجزء ده والجزء التاني ده، ونختار بقى المرة دي اللي انت عندك الماس بتاعتك عبارة عن او الكتلة بتاعتك عبارة عن 3 كيلو، وتضربها مثلا في شوف بقى كوزين 45 وساين 45، يعني ناخدها مثلا تقريبا ناخدها كفرض مثلا 21 وسواء للاكس والوال، وكده احنا حطينا الباوندري كونديشن من وجهة نظر. طب الجزء ده والجزء ده احنا هنسيبه زي ما هو، مش شايل اي احمال، انا اعتبر ان انت شغال على الثلاثه ثقب فقط. تعالى بقى نعمل ليه جنريت لي المش، او نعمل كرييت لي المش. بالنسبه لي المش هنا اخليه فاين اكتر، ممتاز. تعالى بقى نعمل عمليه الرن ونشوف بقى البرنامج هيبدا يحل معانا ازاي. على قد البرنامج بدأ يطلع لنا نتائج في صورة ستريس فول ميسز ب 53 و8 من 10 ميجا باسكال، وده طبعا رقم كويس جدا بالنسبة للأحمال اللي احنا حطيناها. تعالى بقى نبص على الشكل، ممتاز جدا. الاستطالة بتاعتك هتكون عبارة عن 1.1، ممكن تجيب له استطالة في الاتجاه بتاع الاكس والاتجاه بتاع الواي. انا بالنسبة لي اشوف في الاتجاه بتاع الواي مثلا، تعال نشوف اتجاه واي هيكون قيمته بكام، ب 4. تعال نشوف قيمة اكس، قيمته ب1 علامة 0.6، دي قيمة الديسبليسمنت أو قيمة الاستطالة. تعال نشوف بقى معامل أمان، ومعامل أمان بالنسبة لنا هيكون في الصورة اللي قدامنا دي، يطلع معاك قيمة معامل أمان ب 4.1. ده طبعا رقم كويس جدا بالنسبة للأحمال اللي أنت كنت فارضها بالنسبة للتمرين بتاعنا. إحنا كده خلصنا التمرين بتاع النهاردة، وإن شاء الله نلتقي في تمارين أخرى.